خلينا نروح نشوف معاكم فعاليات معرض الكتاب ونشوف التقرير ده، يعني نتجول معاكم في المعرض، واحنا بنذكر دائما شعار المعرض: نصنع المعرفة ونصمم الكلمة. المصرية النرويجية نعمل ونحن نتمتع بعلاقات طيبة بين البلدين، وبالطبع مملكة النرويج ممتنة جدا لاختيارها كضيف شرف لهذه النسخة من معرض الكتاب. كما رأيت أن هذا هو حدث كبير، يشعر المصريين بالفخر لوجود مثل هذه الفعالية في بلادهم. إذن هذه هي نبذة عن العلاقات الطيبة بين مصر والنرويج. فإننا ممتنون كثيرا للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء الرعاية النرويج في غزة، والجهود التي بذلتها سفارتنا هنا بالتعاون مع السلطات المصرية في تسهيل عمليات إجلائهم. دنيتنا نسلين شوية أسئلة، الناس اللي بتبقى محتاجة تعرف عن مرض الاكتئاب ومرض الأرق وتأثير الأدوية النفسية. اوكي، ونازلين بحاجة تانية اسمها أغلى الناس، دي خاصة بكبار السن، لما لوالدي بقى الوالدي الوالدتي الكلام ده كله لما بيكبر. احنا نازلين بتوعية، أردت يعني أن أضيف لمسة إلى المكتبة العربية أو إلى الثقافة بوجه عام، وهذا يعني كما ترون في هذا العام إقبال شديد على المعرض، وهذا إن دل فإنما يدل على الوعي الكافي لدى الجمهور ولدى الشعب المصري خاصة والأمة العربية عامة. السنة دي مختلف خالص عن السنة اللي فاتت بكتير، عدد دور النشر زاد عن السنة اللي فاتت، الازدحام زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، والإقبال السنة دي لفت انتباهي، الإقبال السنة دي على الكتب الدراسية، ودي حاجة كويسة. مشاركين في معرض الكتاب بننصح بننزل نصايح للناس. كنا النهاردة عاملين فلوج عن دور النشر اللي تقدر تساعدك تشتري كتب ألمانية، ايه اكتر حاجه ممكن تستفيد بيها ككتب لغويه تنمي مهاراتك اللغويه لو نازل حابب او هدفك ان انت تطور اللغه سواء كالماني او سواء محتوى لغوي بشكل عام. معرض القاهره الدولي يعتبر من افضل المعارض عامه، يعني لكم الدول المشاركه فينا، قابلت واحد جناح المغرب يعني وجزائر وتونس والسعوديه واليمن والامارات، يعني عامة حاجة تبهر، يعني احنا كلنا مبهورين بالمعرض.